العشرة و 14 دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وكجدة الحاب، والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة لعاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة لشهيوات لالا مولاتي عند إلهام أم العربية ونتعرفوا جميع على الشهيوات والاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير إلهام. صباح النور، نهاركم مبروك. الله يبارك فيك سمحتي. عليك سناء. بارك الله فيك. الحمد لله. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك. العنوان عليكم الصحة والسلامة يا رب. يدخلوا عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. يا ربي أمين إن شاء الله للجميع. واحد تحية. مرحبا. المهم هي سريعة. مرحبا ما كاين حتى مشكل. لكل صديقات إلهام أم العربي لا اللي في الفيس ولا اللي المشاركات معايا عبر اليوتيوب، كنشكرهم بزاف بزاف على التشجيعات ديالهم دائما اللي كتخليني نعطي كل ما عندي. اي تبارك الله عليك، كديري مجهود كبير لانه كل الاقتراحات اللي كتوجدي في الدار كتسجليها ويعني وكتحطيها للسيدات والمستمعات بالصوت وبالصوره بالمراحل. بسيطه وسهله واقتصاديه، ولكن الحمد لله ربي ما كيحشمنيش مع الصديقات ديالي. وواحد التحيه خاصه للاخت سعيده من سماره. اييه. ان شاء الله غادي نبدا اليوم بما اننا على ابواب ذكرى المولد النبوي. إيه؟ غنعطيهم عاوتاني كيف ما معوداهم واحد دوزتي ساهل. واخا ان شاء الله. هاد الدوزتين نسميها الماكارون الكذاب. يعني إيه؟ واخا واخا. غادي نحتاجوا ليه واحد الربعه ديال الزبده، يعني 250 غرام. ايه. و 250 غرام ديال الدقيق. فوص. كاس العنبة ديال مايزينا ولا النشا. النشا. كاس ديال السكر ثقيل، سكر كلاصي. وحدة بيضة. وحدة كيس فاني. وحدة كيس خمارة الحلوة. نعاود المقادير ولا سمحتي؟ لا نعاودوهم إلا سمحتي. إن شاء الله غادي نحتاجوا لهاد المكرون كذاب ربعة ديال الزبدة تكون في درجة حرارة المطبخ يعني لينة. ربعة ديال دقيق الفرن، كاس ديال النشا، كاس ديال السكر كلاصي، والكاس اللي كنعمرو به هو كاس العنبة. بيضة وحدة. وحدة فاني وحدة خمارة. والتزيين غادي نحتاجو يا إما شوكولات أبيض مدوب ولا الكونفيتور ولا شوكولات اللي دهن. وغنحتاجو مع هاد المقادير عاوتاني لي زاغوم. غنحتاجو الروح الاناناس مع ملون اصفر. وغنحتاجو واحد المعلقه ديال الكاكاو، وغادي نحتاجو روح ديال الفخيز مع ملون احمر. غادي نخدمو الزبده مع السكر كلاصي مع هذاك الكاس مع الفاني، نضيفو البيضه مع الكاس ديال النشا والدقيق، ونزيدوا عليهم الخماره عادي. راه والحلوه كتكون بحال الصابلي يعني راه مرخوفه. غادي نديرو كويرات في الحجم شتي غنعطيك بالدرجه ديالنا بحال البيه ديال الدراري الصغار اللي كيلعبوا بها. هذاك القياس. هذاك القياس. غنديروهم سمحي لي غادي نقسم العجينه لثلاثه ديال الكرات. الكره الاولى غنضيف لها الكاكاو ونبقى نخدمها حتى يدخل فيها، غيتولي عندنا كره باللون مارون. والكره الثانيه غندير فيها شويه ديال روح الاناناس وملون اصفر، الا ما كانش روح الاناناس نديروا الروح ديال الحامض. وملون اصفر غتولي عندنا كره صفراء. والكره الثالثه غنديروا فيها الروح ديال الفريز ولا الفخوبواز ومعها ملون احمر، غادي غيوليو عندنا ثلاثه ديال الكرات. هاد ثلاثه ديال الكرات كلهم كنشكلوهم في الحجم ديال البيه. واخا. وكندخلوهم للفران يطيبوا. مني تيخرجوا كنلاصقوهم كيوليو عندنا ثلاثه ديال الاشكال. هادي راها دوازتين اللي نقدروا نشكلوه في بلاطو. ايه فعلا. غادي مني غادي يخرجوا لينا غادي نلصقوهم بالشوكولات ابيض، وانا كنفضل الشوكولات الابيض اللي كيجي احسن من المربى ولا الشوكولات الدهن. واخا. كندوبوا الشوكولات الابيض في بان ماغي وكنلصقوا كل وحيده بالشوكولات ونخليوه يبان بحال الشكل ديال لي ماكارون. اييه مفهومه الطريقه. كنقدموهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، سهله واقتصاديه تبارك الله عليك. وكتجي زوينه حتى في المذاق ان شاء الله. دابا غنعطيك واحد صابلي اخر حتى هو ساهل، فيه 250 غرام ديال الزبده. وفيه نص كاس ديال السكر كلاصي. جوج بيضات حامضه محكوكه. ونص كيس ديال الخميره ديال الحلوه
والدقيق حسب الخليط. انا راه ما تنعطيش الدقيق بالقياس. ايه فعلا، لان خصوصا في الحلوه كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. مع هاد الصابلي غنحتاجو الميرينغ اللي غنحتاجو فيه 4 ديال بياض البيض و 250 غرام ديال السكر سنيده وجوج فاني. غادي نخدمو المقادير ديال الصابلي عادي بحال اي نوع ديال الصابلي، يعني كنخدمو الزبده مع السكر كلاصي و نحصلو على بوماد ولا كريمه، وكنضيفو لها هذوك الجوج بيضات مع القشره ديال الحامضه محكوكه، الدقيق والخمارات. كنخليوها في الثلاجه واحد نص ساعه، ندوزو نخدمو لا مورانغ ديالنا. المهم كنديرو هاد المورانغ راه دايره غير عادي، كنطلع البيض ديال البيض مع واحد القبيصه ديال الملح في الطراب الكهربائي حتى يطلع لينا شويه، وعاده كنبدا نضيف نزيد الفاني جوج كيس ديال الفاني، وهذوك السكر سنيده كنبدا نضيف بشويه بشويه وانا خدامه والباتور خدام حتى كتطلع لينا لا مورانغ ديالنا. في هذه الاثناء غادي نجبدوا العجينه ديالنا من الثلاجه، غادي نورقوها بين جوج بلاستيكات، وهاد العجينه ما نديروهاش رقيقه بزاف لان ما غنلصقوش وحده مع وحده، غنديروها على شكل دوائر وتكون مشنفه من جناب بالقطاعه الدائره اللي تكون مشنفه. ايه واخا. ونفرحوا ونديروها في اللاطه ديالنا، ندخلوا الصابلي ديالنا يطيب نص طياب فقط، نخرجوه ونديروا هذيك لا مورانغ ديالنا في البوش، ولكن الراس يكون مسنن وغير صغير. نبداو نديرو وريدات بهذيك لا مورانغ ديالنا غير في الجنب، غير الدواره ديال الصابلي. اي مفهوم. اه وندخلوه يكمل الطياب. انا ما كنطيبش لا مورانغ من الاول مع الصابلي باش ما تنفخش لينا وديه ليا في الصابلي، لان الغرض بهذا الصابلي تبقى لي هذاك الوسط خاوي. حيت كندير غير الجناب. صافي كندخلو يطيب، ملي كيطيب لينا كنخرجو، وغادي تبقى لينا واحد الفراغ الوسط كندير فيه المربى اللي مخلطه مع شويه ديال الناطاج والروح ديال الفرومبواز باش تعطيني داك اللون احمر. صافي وكنعمر هذاك الوسط كيجي زوين الديكور ديالها. انا تسمى الصابلي صابلي التاج، كيجي بحال التاج. اييه يعطيك الصحة والراحة. تبارك الله عليك. دابا باقي الوقت ياك. اييه مازال الوقت فضل الإلهام. دابا غادي نعطيك واحد الفرماج اللي نال الإعجاب ديال بزاف ديال الصديقات، هو غنعطيك جوج الأنواع ومرا صادقين 100%. فعلا. وكنقول للمستمعات اللي تيقلبوا على الاقتراح ديال الفرماج للدهن، لأنه كتجي طلبات كثيرة عليه، وكل وحدة يعني كتجرب حاجة وربما كيجيها محمد بزاف بالحامض ولا بالخل. بالحامض. فنتمنى أنكم تسمعوا هذا الاقتراح ديال الإلهام ويعني وتوجدوه، لأنه صراحة من بين الأنواع ديال الفرماج للدهن اللي ممتازين، وخاصة يعني أنا جربت عندك هذاك الفرماج ديال اللي فيه الزبدة. أنا الثاني مازال ما جربتوش اللي غتعطي دابا. بالنسبة للزبدة يعني كيجي ممتاز صراحة، وهو اللي كنصايب لأنه فعلا كيجي يعني غزال. الله يعطيك الصحة. نتمنى المستمعات اللي ما تصدقش لي بارك الله فيك اللي ما كيصدقش لي الفرماج. هذا الفرماج اللي جربتي إيه فيه كاس ديال حليب غرة، فيه كاس ديال الحليب سائل يعني الحليب العادي، ايه، وفيه 4 ديال حبات ديال الجبن مربع، فيه عصير ديال الحامضه وشويه ديال الملح غير قبيصه، وفيه نص كاس ديال الزبده عاديه مذوبه ونخليوها حتى تبرد. دابا ساهل، في الخلاط الكهربائي ديالنا الكاس ديال العصير كندير الكاس ديال الحليب غبره مع الحليب السائل مع هذوك 4 الحبات ديال الجبن مربع وهذيك القبيصه ديال الملحه ونص كاس صغير ديال الزبده عاديه مذوبه، وكنأكد على الزبده عاديه لانها ما تتعطيش واحد المذاق خايب الجبن ديالنا ولا الفرماج، لان واحد السيده جرباته بالزبده غير ديال البواطه وكتعطي ديك النكهه ديال الزبده طاغيه على الفرماج. الزبده عاديه مذوبه وبارده. صافي وكنخدم الخلاط ديالي ونخليه كيخدم مزيان شغال حتى كيعقد لينا شويه، راه هو غادي يولي عقد. من بعد ما كيبدا يعقد لينا الفرماج ديالنا هذيك العصير ديال الحامضه كنبدا نضيف نقطه بنقطه. راه ممكن ما نكملوش العصير ديال الحامضه كامل، نبقى نضيف نقطه بنقطه حتى كيعقد ليا الفرماج ديالي غادي يولي عاقد مزيان. صافي وكنتوقف على التخلاط كنديرو في شي كويس ولا في قريعه
وندخلو للثلاجة ونخليه واحد جوج سوايع ثلاثة، ومن الأحسن نديروه بالليل والصباح نتناولوه. كيجي زوين وكيجي هائل. أيه فعلا وكيخرج كمية مزيانة. وكيخرج كمية مهمة زعما بالنسبة للسيدات اللي عندهم الأطفال وكيتناولوا الفرماج بكمية كبيرة، هذا أنا بعدا نافعني مع الوليدات. فعلا تبارك الله عليك. بالنسبة للحليب اللي كتستعمليه، واش مرة يعني حليب عادي والحليب الكامل الدسم يعني لأنه بزاف؟ سمحي لي، هو من الأحسن يكون حليب كامل الدسم. كامل الدسم كيصدق يعني بسوء. باش كيجينا الفرماج شوية بحال كريمي. دابا غندوز للشكل ديال الثاني ديال الفرماج، وحتى هو السيدات نال الإعجاب ديالهم بزاف. هذا اللي فيه الفرماج حمر؟ اللي فيه فرماج حمر. فيه كاس ديال الحليب غبرة. وكاس ديال الحليب سائل وتا هو يكون كامل الدسم. فيه جوج فرماجات متلتين. جوج معلق كبار ديال الزبدة. السيدات يختاروا يا إما الزبدة البلدية ولا العادية ديال العبار. جوج معلق كبار. وهاد المرة الزبدة ما دايباش. غير تكون في درجة حرارة المطبخ. غنحتاجوا مع هاد الفرماج واحد ياغورت كريمي مسوس. واحد كيس ديال خميرة الحلوة. جوج ولا ثلاثة المعالق كبار ديال عصير الحامض. وكنضيف ليه واحد الخمسة دراهم بلعب، أنا كنشري خمسة دراهم ديال الفرماج حمر ومحكوك. السيدات اللي كيكون عندهم الفرماج متوفر في الدار تاخذ شي ثلاثة المعالق ولا أربعة. هكاك محكوك. توا غادي ندير الكل في الطراب الكهربائي، كاس الحليب غبرة مع الكاس ديال الحليب السائل كامل الدسم، جوج فرماجات متلتين، جوج معالق كبار ديال الزبدة بلدية ولا رومية، وكنطحن هاد المقادير كلهم في الخلاط حتى هي حتى كيعقد لينا عادة والخلاط شغال. كنضيف الياغورت الكريمي مسوس وهذيك الخمارة ديال الحلوة، وكنأكد أنا والخلاط شغال. وعاد كنضيف هذاك 5 دراهم ديال الفرماج حمر محكوك ولا 3 المعالق ولا 4، وكنخليه يتخلط 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 مزيان. عاد كنبدا نضيف العصير ديال الحامض هذوك جوج ولا 3 المعالق، نقيطه بنقيطه حتى هو حتى يعقد. ونفس الشيء كنديروه في القريعات يكونوا معقمين، وكنديروه في الثلاجه، وهذا راه تيخرج كميه اكثر من الفرماج الاول اللي عطيت. وصافي وكنتناولوا هذا الفرماج مع فيه البنه ديال فيه الفرماج حمر، تيجي بحال الفرماج المثلث اللي بالفرماج حمر. كيجي تماما بحاله. وهاد الانواع ديال الفرماج اللي كنعطي انا راه كنصيب بهم حتى الفطائر في الدار، بحال دوك الكيكات ديال الفرماج يعني. كتبقي توظفي في بزاف ديال الاقتراحات هكا. الله يعطيك الصحه على جوج انواع ديال الفرماج. وكيف ما قلتي واحد ملاحظه مهمه هو انه بالنسبه للعصير ديال الحامض راه كتضيفي قطره قطره، مجرد ما كيعقد صافي ممكن اننا صافي ما نبقاوش نضيفوا الحامض، لانه بزاف راسنا بلا ما نكملوا هذيك الكميه اللي عاطين كامله. ماشي بالضروره اننا نكملوا ديك الكميه، لهنا تما في المستمعات يعني بعد نوبات كيجيهم بحال محمد الحامض وكيقول لك بنت الحامض طاغيه. اييه فعلا. دابا غادي نعطي واحد السندويشات للاطفال ديالنا، كيجيو هائلين بزاف. اييه غير من الصوره ديالهم كيشهيو الصراحه. وفعلا نال الصدى ديال بزاف، والله الا جاتني منهم شي 200 صوره ديال التجربه واكثر. الحمد لله هادشي كيفرح. هاد غنحتاجوا لهاد السندويشات في العجين ديالهم، وهاد العجين اللي غنعطيكم راه ممكن تستعملوا السيده في جميع انواع الحوايج اللي غتصاوب بهم المملحات ديالها. ماشي غير لهاد لي ساندويش، اي مملحات ولكن اللي كيكونوا خامرين فيهم الخميره بحال البيتزات بحال لي شوفون بحال بزاف ديال الحوايج. في العجين ديالنا غنحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الفورص، معاهم 4 المعالق كبار ديال الحليب غبره، جوج معالق صغار ديال السكر سنيده، جوج معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز، وحده معلقه صغيره ديال لاموطاد، وحده معلقه كبيره ديال الزبده تكون لينه، وطبيعه الحال الملح. والماء الدافئ باش غنعجنوا هاد العجينه ديالنا. غادي نعجنوا العجين ديالنا نخلطوه كامل وندلكوه مزيان الا الزبده. نبقاو ندلكوه فيه مزيان، ندلكوه عاد كنزيدوا هذيك الزبده وحنا كندخلوها في العجين ديالنا حتى كتنسجم لينا وتولي عندنا عجينه منسجمه. كنخليوها نغطيوها ونخليوها تتخمر، يعني كتفيض يعني الفوليوم ديالها كيزيد بزاف.
في هذه الاثناء وهي كتخمر غادي نوجد الحشوات ديالي. تفضلي. هذا الساندويتش فيه ثلاثه ديال الحشوات. الحشوه الاولى هي لاصوص الطوماط بحال ديال البيتزا. انا هاد لاصوص الطوماط دايرها ساهله ما فيهاش بزاف، فيها معلقه ديال المطيشه ديال الحك صغيره، وكنكونوا طالقينها في واحد نص كاس ديال الماء. وغادي نحتاجوا معاها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، غير قبيصه، ورقه ديال سيدنا موسى ولا ورقات صغار، شويه ديال الزعتر محكوك، شويه ديال الهريسه، والوليدات اللي ما تيبغوش الهريسه السيدات ما يديروهاش، زائد شويه ديال الزبده بلديه. هادشي كامل كنديروه فيه مقله فوق العافيه، وحنا كنحركوا حتى كتولي عندنا اون صوص. ايه تتشحر مزيان، نزولوها نخليوها تبرد. غندوز للحشوه الثانيه، وغادي هي فيها السيده لها كامل الاختيار، الحريه في الاختيار، يا اما صدر ديال البيبي ولا ديال الدجاج ولا الهبره ديال اللحم. انا في هاد لي ساندويشات عامله غير صدر ديال الدجاج. كناخذوا صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، نقطعوا طريفات صغار، وغادي نديروه في مقله على النار. انا غنعطيك مباشره الطريقه مع المقادير باش الوقت يكفينا. مع غناخذوا هذاك الصدر ديال الدجاج غنديروه فوق النار في مقله، وغنضيفوا عليه شويه ديال الزبده وشويه ديال الموطارد وشويه ديال الملح والبزار وشويه ديال الزعتر وشويه وصافي. هادشي اللي كاين كنخلطوهم مزيان، وكنبقى نشحر فيها نشحر فيها حتى كتبقى يبقى الدجاج معقر غير الزويته ديال الزبده. صافي كيتشحر مزيان، حتى هو كنخليوه يبرد. غنحتاجو معاه واحد ربعه ديال البيضات مسلوقين ومحكوكين، وشويه ديال الفرماج حمر محكوك. غندوزو للعجين ديالنا اللي غادي يكون خمر، غادي نديروه كويرات على قد المسمنه، وكنطلقوه بالدلاك بحال غنصوبوا لي باكيت ديالنا بحال هكا اوفال على الطول. وكناخذوا كل مستطيل كناخذ معلقه من هذيك ديال لاصوص، ومنين نكون ندير الحشوه ما غاديش ندهن بها المستطيل كامل ديالي هذا اللي اوفال، كندير غير في الجنب الفوق في الراس. غادي ندير شويه ديال لاصوص طوماط فوق منها، شويه طريفات ديال الدجاج هذوك اللي شحرت، شويه ديال البيض مسلوق، وشويه ديال الفرماج محكوك، وكنبرموهم بحال غنصيبوا لي باكيت ديالنا بحال باريزيان ولا بحال لي بتي با دوك الصغار ديال خبز الحليب. صافي، وكن ندهنوهم بالبيض مخفوق مع شويه ديال الخل غير باش يحيد لينا الزفور هذا البيض، ونرشوه بشويه الزنجلان ونشرطوه بالموس بحال لي باكيت ديالنا، وكندخلوه مباشره للفران بلا ما يعاود نعاودو نخليوهم يخمروا مره اخرى. اي مباشره للفران، مباشره نشكلو ندهنو بالبيض ندخلوهم. واخا وكيجيو هائلين، والعجينه كتجي شي والسيده ممكن دير الحشوه اللي بغات. ايه حشوات مختلفة، المهم غير العجينه اللي اساسيه هي اللي القاعده ديالها بيضة. فعلا كيف ما قلتي عجين ديال المملحات، وانت صايبتي بهم هاد لي ساندويتش ومعمرين، وكتبقى الحشوه اختياريه اختياريه للسيده. انا نافعيني مع الوليدات تيديوهم للمدرسه، في عوض لا نبقى نفكره شنو غيديو وشنو غندير، ديما واجدين عندي في الدار. ممكن السيده تطيبهم وما تطيبهمش طياب كامل، غير طيبهم نص طياب بحال الخبز ديال البانيني. اييه كيبقى شويه بجد. وكديرهم في واحد البلاطو يكون فرش بلاستيك، وتحط وحده حده وحده وتدخلهم الفريكو تيجمدوا. من بعد تتخرجهم وكتهزهم وتديرهم في بلاستيكه، والوقت اللي بغاتهم تتجبدهم. كيكون ساهل باش تجبدهم، كديرهم عاوتاني في اللاطه ديال الفران، تخليهم غير شويه يذوب الثلج وتدخلهم. كيتعاودوا يتحمروا كيبقاو فتيين بحال جداد. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك إلهام، شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات المتنوعة اللي قدمتي لنا اليوم. أواشر مبروكة لك ولكل أسرة ديالك، وشكرا لك إلهام أم العربي من أزمور على هاد الاقتراحات. نتمنى أنكم تكونوا سجلتوهم معنا إن شاء الله وتوجدوهم، لأنه اقتراحات سهلين وبساط وممتازين.